بدأ صيف عدن الحار كالعادة باجتماع لرئاسة الوزراء مع قيادة مؤسسة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن. انتهى الاجتماع بتوجيهات مكررة ووعود يتلقى المواطن عكسها بازدياد ساعات الانطفاء. غير بعيد عن مقر الحكومة وفي كلية الآداب جامعة عدن، اجتماع من نوع آخر لطلاب السنة الرابعة في قسم الإعلام أخرجتهم حرارة القاعة المنطفئة إلى ممر الكلية. قطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، بالتالي بتنقطع العملية التعليمية بشكل تشوش كبير. هذه أولى تجسدات معاناة المواطنين جراء أزمة الكهرباء، ويتجسد المشهدان كمفارقة بين حال المسؤولين وحال المواطن المحصور في ممر من المفترض أن يمر إلى المستقبل لكنه ما زال مظلما. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.